الجهات الاتصال ضمت فايبر. اليوم سوف نتكلم على طريقة وكيفية تفعيل جهات الاتصال الخاصة بك. ضمت شخصا إلى حسابك الخاص فايبر، سوف نتعرف على هذه الخطوة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأسفل، هنا نقوم بالضغط على أكثر، بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة، هنا نضغط على إعدادات هنا، ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى هذه النافذة إعدادات، نقوم بالضغط على التنبيهات هنا، نقوم بالضغط عليه، بعدها نأتي إلى هنا، هذا الخيار جهات الاتصال ضمت فايبر، سوف نقوم بتفعيلها، سوف نقوم بالضغط عليه. وبعد ذلك كما تروا أصبحت باللون البنفسجي، يعني تم تفعيل جهات الاتصال ضمت فايبر على حسابك فايبر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.